many this head? This one I think somebody gave 150. 150. Maybe 150 come here, huh? Yeah. أنا موجودة حالياً بفحيحيل وتحديداً في قطعة 10، على يمين بيوت خاصة بالعوائل والأسر الكويتية، وعلى يساري عمارات تجارية استثمارية سببت مخاوف لسكان المنطقة. هذه واحدة من البنايات اللي يتم الاستعداد الحين فيها عشان يبون عدد من العمالة من أتوقع الجالية الهندية مثل ما قالوا سكان المنطقة، فالناس متخوفة. منو في داخل هني؟ هذا ستور. ستور مال شنو؟ هذا مو ستور. ستور. لا بس هذا مو ستور، أنا أعرف هذا مو ستور. السلام عليكم. هذا شنو هني؟ يدري إن إحنا جايين نشوف المكان، قاعد يقول إن المكان مخزن، والمكان مو مخزن. البناية هذه قاعدة تتجهز عشان يبون عدد كبير من العمال لإحدى الشركات ويقعدونهم هني بين الناس. في المنطقة السكنية العائلية مو مشكلة، العمارة استثمارية تجارية، بس التخوف اللي قاعد يصير من المواطنين الموجودين هني عن عدد العمال الكبير اللي جايين يسكنون هني، وقاعد يقول لي تحت انه هو مخزن. مو مخزن، مبين مو مخزن، مو مخزن، يعني مبين يعني في ناس راح تعيش هني. هذه السرة راح تتركب، بس تشوفون معاي الحين احنا موجودين بهذه البناية الاستثمارية وهذه المنطقة السكنية هني العوائل. هذا حق شنو؟ حق شنو هذا؟ نفرة نوم. كان مخزن صار الحين نفرة نوم. انت من وين؟ بنغلاديش؟ انديا. انديا؟ هذا شنو يسوي؟ غرفة؟ غرفة حق نفرات؟ هذا غرفة؟ أربع نفر. اثنين سريريجي؟ ايه اثنين سريريجي. اتوقع 150 200 عامل راح يكونون هنا قريبا. امس اللي حصل ويانا ان في الهاف لوري دنا قاعد تنزل سراير، بلغنا وزاره الداخليه 4 مرات ما في تجاوب. امس اليوم دزوا لنا دوريه عشان يثبتون الحاله. اللي قاعد يصير نقل عماله، والاقرب اللي شفناه امس ومصورينه بالفيديو ان عماله هنديه. طبعا العماره اللي قدامكم هذه صار لها 4 شهور غير مسكونه. احنا قاعد نتخذ اجراءات، وزاره الداخليه اللي قاعد يقولون اي شيء يحصل تبلغون عنه. احنا بلغنا 4 مرات الـ112، ويعني انت شوفت البيوت اللي وراش تقريبا 60 او 65 بيت. انا مخول، شكلنا جروب واتساب على هالمساله هذه. طبعا احنا لنا حادثه قبل ان في عماره ورا سكنتها احدى الشركات قبل الحظر على المهبوله والجليبي بيوم واحد، فهذه صارت درس لنا. فالحين اللي صار معانا اللي طاف بالمره اللي طافت ما راح يصير ويانا. البلاغ الاول ما في تجاوب، الحين ما راح نسكت على العماله اللي راح تسكنني. طبعا شايف المسافه بين العماره والبيوت، ما حتى يمكن اقل من 50 متر. واذا كانت من العماله الاسيويه اللي قاعد توصل 100 وفوق ال 100 من المرض المنتشر الله يكافينا شره، احنا ما راح نسكت. المنطقه والفريج الامانه قالوها سكن ما راح يسكنون لو يصير احتجاج، لو وقفه احتجاج راح تصير. ما نبي نتجاوز، ما نبي نتجاوز الداخليه، ما نبي ندش بامور احنا ما نبيها، خوفا على انفسنا. والداخليه معروفه هي لحفظ الامن ويبعدنا ان شاء الله عن هالوباء. شفتوا داخل، دشيت وشفناها داخل، الغرفه قاعده تتقطع بارتيشنات، يعني غرفه بنحط فيها ايش كثر. فاحنا قاعد نقولها ورساله لوزاره الداخليه، الله يخليكم، رجاء لو سمحتوا امنعوا هالوباء عنا.